جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت من نور الهدى تقول في هذا السؤال: امرأة ادهنت ودهنت شعرها بزيت الزيتون، تتوضأت بعد ذلك مباشرة، فما الحكم في هذا الوضوء؟ لا بأس بذلك، لأن الدهان لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا مانع أن الإنسان يعمل الدهان على جلده ويتوضأ بعد ذلك. نعم.